نتعرف على اخر التطورات واخر اخبار فرقتنا. زميلنا كريم احمد موجود داخل مقر الفندق. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي احمد، برحب بيك وبرحب بكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك. يوم المباراه يا ريت تدينا ملخص ليه اهم عناوينه من اول الصبح لغايه، يمكن احنا عارفين انه خلاص يعني في محاضره فنيه وبعد كده الفرقه تتحرك للملعب ان شاء الله. يعني هبدا معاك من الاخر شويه في المحاضره الفنيه اللي لسه يمكن خلاص انتهت من 5 دقائق بالتحديد، كانت محاضره فنيه 5:30، لكن كعاده بيتسو موسيماني المحاضرات مطوله شويه، لكن الحقيقه حماس كبير وتركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. انا بضم صوتي لصوتك كمان، مباراه صعبه جدا، ويمكن نادي الوداد عنده دوافع كبيره وعنده رغبه كبيره، يعني ثأر بقى بلغه كره القدم، لكن مع الجاهزيه الكبيره لعيبه النادي الاهلي اللي احنا شايفينها سواء في التدريب الاخير اللي كان على استاد القاهره، ومع المعنويات المرتفعه ان شاء الله، ومع التكتيك والخطط اللي بيقوم بيها بيتسو موسيماني ان شاء الله باذن الله ال 90 دقيقه تكون من نصيب النادي الاهلي. الحاله المعنويه لعيبه النادي الاهلي مرتفعه بشكل كبير، في تركيز بحذر، يعني ده الامر اللي حابين نتكلم عليه. لعيبه النادي الاهلي عارف اهميه هذه المباراه، لكن اكيد انت عارف مباراه الذهاب مختلفه بشكل كبير عن مباراه العوده، فالتحضير كبير جدا للجهاز الفني وايضا كمان على مع اللاعبين. النهارده طبعا بعد وجبه الغداء مباشره اجتمع لعيبه النادي الاهلي سواء من مجموعات او ايضا كمان بشكل فردي، اكدوا على اهميه هذه المباراه. يمكن بيتسو موسيماني كمان على طول بيكلم اللعيبه بشكل مستمر، دخولنا في المباراه يكون بقوه وبشراسه كبيره جدا، نحسم زي ما حسمنا في مباراه الذهاب، ده الامر المهم جدا. عندهم ثغرات كبيره اتكلم عليها بيتسو موسيماني في المحاضره الفنيه الاخيره، ويمكن الامر المهم اللي حابين نتكلم عليه ان كل محاضرات بيتسو موسيماني حتى المحاضره الاخيره بتكون محاضره فيديو، وده امر مهم جدا. يعني كنا متعودين بشكل عام تكون محاضرات بتكون نظري او بعد تحفيز للعيبه النادي الاهلي، لكن واضح بشكل كبير جدا ان الاسلوب اللي ماشي بيه بيتسو موسيماني مفيد جدا لفريق النادي الاهلي، واللعيبه الحمد لله بتستوعب بهذا الامر. احنا خلاص يعني اقدر اقول لك ساعات قليله بتفصلنا عن التحرك هنا، او نقدر نقول خلاص الساعه 7 مباشره لاعبي النادي الاهلي يتوجهوا الى القاهره، اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى يكون وشه خير علينا ووشه سعاده علينا وعلى جمهور النادي الاهلي، وباذن الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بهذه المباراه ويحجز مكان في المباراه النهائيه. كل الامور الحمد لله زميلي احمد ماشيه بشكل مطمئن جدا للاعبي النادي الاهلي، لعيب الحمد لله جاهزه، يتبقى بقى علي معلول اللي يعني مش عايزين نحسم امره الا لما نكون متواجدين في ارض الملعب، لان هننتظر التشكيل الرسمي لفريق النادي الاهلي. لكن بجانب علي معلول قفشه يمكن الحمد لله طمنا عليه ومدرب تدريب مميز جدا، مروان محسن اجاي، كل اللعيبه اللي كانت بتشتكي خلال الايام الماضيه من اي اجهادات او كده طمنا عليها بشكل كبير، يتبقى بس موقف علي معلول اللي ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله يكون متواجد في التشكيله الاساسيه. نقدر نقول يا كريم انه من قراءتك كده لغه الجسد للعيبه انه التركيز هو اللي مسيطر، هو الحاله المعنويه اللي مسيطره على اللعيبه النهارده قبل المباراه. بالتاكيد يا ساره طبعا، يعني ده اللي حابين ننقل لكل جمهور النادي الاهلي هذا الامر، اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، عارفه الاهميه وعارفه ان ال 90 دقيقه فاصله. يمكن اكدت اكتر مره ان مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي منتظره هذه المباراه، عايزه لعب بجديه ولعب برجوله، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن مع الحاله اللي احنا شايفينها مع لعيبه النادي الاهلي في فندق الاقامه، ودي سمه لعيبه النادي الاهلي في المباريات الكبيره، التركيز بيكون اقوى والحافز بيكون اكبر والرغبه بتكون اكتر، ده اللي احنا طالبينه من لعيبه النادي الاهلي، نعمل اللي علينا ولعيبه النادي الاهلي تعمل عليها، ويبقى التوفيق ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كبيره في ربنا ان شاء الله ان هو يوفق لعيبه النادي الاهلي ويوفق الجهاز الفني ان شاء الله في التشكيل الامثل اللي هيخوض بيه هذه المباراه. طب انا كريم عايز اعرف منك بشكل عام، مش بتكلم بس على المعسكر ده، انا بتكلم على طريقه موسيماني، يعني خصوصا في بقى في معسكرات مغلقه قبل الماتشات، سواء كان ده بيحصل في الدوري المحلي او في بطوله دوري الابطال، الراجل بيشتغل ازاي في المعسكرات؟ ولو قدرت انك انت تستشف منهجه او طريقته او اسلوبه في اداره الفريق، مش بس بتكلم على الاداره الفنيه لكن اداره الفريق بشكل عام. يعني اقدر اقول لك زميلي احمد اللي انا لمسه في سواء المباراه الاخيره كمان مباراه الوداد تحديدا، يعني لعيبه النادي الاهلي قدر يوصل لها سريعا، وده من كلام اللعيبه. يعني اما بيكون في جمل تكتيكيه وبيكون في شغل فني في الملعب، ده اكيد بيكون امر المدير الفني بيكون مميز، لعيبه النادي الاهلي نادي كبير، لكن الامر النفسي والجانب النفسي وتهيئه اللاعبين ده امر مهم جدا. الراجل الحقيقه مميز جدا في هذا الامر، الراجل عامل شكل مع فريق النادي الاهلي خارج المستطيل الاخضر، اللعيبه بتحبه بشكل كبير، على طول بتتكلم معاه، بيشتغل مع اللعيبه بشكل فردي. الجانب النفسي انت عارف زميلي احمد جانب مهم جدا للعيبه، لان لما تجدد الرغبه بشكل مستمر في كل المباريات، ومع الضغط الكبير اللي احنا بنشوفه مع لعيبه النادي الاهلي، ده امر يحسب للجهاز الفني تحديدا لبيتسو موسيماني. الراجل كمان قراءاته الفنيه للمنافسين بيحاول ان هو بشكل مستمر يخلي اللعيبه تتفرج على فيديوهات، بيتفرج على نقاط القوه والضعف، كل لعيب مهامه ايه، انت تنفذ هنا في الحته دي، انت ترجع هنا، الامر ده يمكن مهم جدا مع اللعيبه. وده انا بقول لك دي من يعني احاديث اللعيبه، مش قراءه بس ليا، لا ده يمكن اللعيبه بتتكلم معانا في هذا الامر. الراجل الحقيقه يمكن قام بدور كبير في وقت قليل جدا، عندنا امل كبير جدا فيه ان شاء الله
باذن الله مع استمراريه الوقت ان احنا نشوف اكتر من كده كمان مع بيتسو موسيماني ومع التوليفه المميزه جدا اللي ان شاء الله باذن الله بطوله التاسعه ان شاء الله تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي مع الحماس الكبير والجديه والاصرار وشخصيه النادي الاهلي اللي بتمنى النهارده تكون من اول دقيقه لاخر دقيقه. وباذن الله دعواتك بقى زميلي احمد ودعوات ساره ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله النهارده تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. كل التوفيق لفرقتنا. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من داخل فندق اقامه فرقه النادي الاهلي طبعا في معسكر مغلق استعدادا لماتش الوداد استمر لمده 48 ساعه.